كرام، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده في حوار خاص. العداله الاجتماعيه يعني احد المطالب الرئيسيه التي طالب بها الناس منذ 25 من يناير. هذا الملف معنيه به عده وزارات، ويكون على راسها بالطبع وزاره التضامن الاجتماعي التي يتولاها الان صاحب تاريخ في الدفاع عن اصحاب المعاشات واحد رجال القانون هو الدكتور احمد حسن البرعي. حتى الآن لا أحد يعلم حجم الحقيقي لأموال التأمينات. صحيح. في رقم من الوزارة وفي رقم من أصحاب المعاشات. صحيح. ليه يا فندم؟ لأن هو أصله المديونية بتاعت التأمينات الاجتماعية أو أموال التأمينات الاجتماعية لدى الدولة مقسمة ما بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي. وهو الحقيقة الخزانة العامة أنا كنت أطلقت لفظ عليها من التسعينات أنه الاشتباك الحاصل، لأن هي المشكلة إيه؟ المشكلة أنه القانون بيلزم هيئة التأمينات أنها كل الفائض اللي عندها تودعه في بنك الاستثمار القومي. بنك الاستثمار القومي هو البنك الممول لمشروعات الدولة، فعلى كده الدولة بتاخد الأموال دي عشان تستخدمها في مشروعاتها، البنية التحتية، دعم القطاع العام، التجديد والإحلال، وفي نفس الوقت بيبقى البنك هو اللي مدين للتأمينات، في حين ان الخزانة العامة هي اللي مدينة للبنك. هو ده اللي سميته الاشتباك، لان في حقيقة الامر الدولة هي اللي استخدمت أموال التأمينات الاجتماعية. هل انت راض عن ما يقدمه بنك مصر؟ القانون انشاء البنك نفسه يقف حجر عصرة امام تطويره. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد مع حوار خاص مع معالي الوزير الدكتور احمد حسن البرعي وزير التضامن الاجتماعي. سيادة الوزير برحب بك في حلقتنا التاليه في هذا الحوار الخاص. شكرا جزيلا. دكتور احمد البرعي، تعهدت منذ توليك المنصب بان تنجز مسوده القانون الخاص بالجمعيات الاهليه خلال 3 شهور، ويعني والحقيقه انجزت. الحمد لله. ما ملامح يعني القانون الجديد الخاص بالجمعيات الاهليه؟ شو ستي، هو طبعا بس مسألة القانون الجمعيات الأهلية ده قصة طويلة جدا جدا. يعني بدأت في 98 تحت وزارة السيدة الفاضلة السفيرة ميرفت التلاوي، كان أعضاء المجتمع المدني وكنت واحد منهم. نفسنا إن احنا نعمل قانون يشجع الجمعيات الأهلية في إنها تشارك الدولة في تحمل الأعباء، لأن الدولة النهاردة أيا كانت، حضرتك لو نظرت للدول اللي هي وصلت إلى مرحلة من رفاهية طيبة هتلاقي إنه الدولة مش بتقوم بكل حاجة، الأهالي بيشاركوا وطريقة المشاركة هي المجتمع المدني. فكان نفسنا إن احنا نقيم قانون يستطيع إنه يشجع هذه الجمعيات على إنها تساعد الدولة. إنما يعني مرينا بتطورات كثيرة جدا، والقانون بتاع مرة التلاوي اللي كان بيسمى قانون مرة التلاوي حورب وألغي بحجة كانت واهية في حينه انه لم يعرض على مجلس الشورى، وتعمل القانون 84 ولم يكن على مستوى طموح اعضاء المجتمع المدني، ترتب انه في حصلت مشاكل بعد كده، يمكن منها مشكلة التمويل الاجنبي للجمعيات. ما كانش يمكن مع احنا عملنا استمر حتى بعد 2002 لما صدر القانون الحالي، وكنا مجموعه انا يعني اذكر منها فطاحل العمل الاهلي المدني زي نجاد وحافظ ابو سعد وباهي الدين حسن ومنظور الفقار، فكان هدفنا وسعد الدين ابراهيم، كان هدفنا كله ان احنا نعمل قانون يتفق المستويات الدوليه. وبعدين في ظل فترة حكم الدكتور محمد مرسي، حضرتك تتذكري انه كان عرض على مجلس الشورى قانون اثار العالم كله ضدنا، لدرجة انه المفوضية العليا لحقوق الانسان بعتت جواب تستنكر فيه نصوص. بس هو يا فندم كان تم تقديم القانون الاصلي وبعدين تم استبداله في مجلس الشورى. اتشعب. ايوه. وتقدم القانون اللي مقدمه الدكتور محمد مرسي. المهم احنا كان في ذهننا طول العمر ان احنا لازم نعمل قانون
يعني يحقق حرية المجتمع المدني وفي نفس الوقت يتفقوا المستويات الدولية، لأن مصر مش أقل من أي دولة أخرى. فطبعا احنا كنا أصدرنا في سنة 87، وكنت أنا المسؤول عن القانون، مسودة عن حرية المجتمع المدني، وكان اتعمل مؤتمر شارك فيه يمكن حوالي 500 جمعية. لما وصلت الوزارة هنا وجماعة أصدقائنا من أعضاء المجتمع المدني كانوا عايزين إنه يشتغلوا على هذه المسودة اللي أنا عارفها، وكانوا عايزين أشارك معاهم باختبار عضو في اللجنة. أنا طبعا كان بودي، لأنه من ناحية الفنية يعني كان نفسي أشارك، لكن فضلت إنه انطلاقا من فكرة حرية المجتمع المدني إن الوزير ما يبقاش حاضر، عشان نترك الفرصة للي قاعدين هم اللي يقولوا هم عايزين ايه. وعلى العموم علشان خاطر ما نغفلش وجهة نظر او اخرى، احنا القانون خلص الاسبوع اللي فات، وافتكر الطائفة الانجليزية كانت عملت مائدة مستديرة حوله، كانت جمع حوالي 200 جمعية ودار نقاش. هو القانون كله في مجمله يتفق المستويات الدولية الانشاء. لسه هقول لحضرتك ان حتى من خلال المائده المستديره بتاع الجمعيه الانجليزيه، في يعني كان في تصريحات للاسماء اللي ذكرتها حضرتك، انه في اربع نقاط اساسيه مهمه في اي قانون فيما يتخلص يتعلق بالعمل الاهلي: حريه الانشاء، الحق في تلقي التمويل والتبرعات وجمعها، الحق في تجمع بين الشبكات والتحالفات وتنسيق الاعمال، وان يكون هناك عقوبات سالبة للحرية. مزبوط. يعني الأربع نقاط دول متوفرين في القانون الجديد؟ ثلاثة بس. ما عدا عملية التمويل الأجنبي. ما زالت تثير العديد من النقاشات والآراء واختلاف الرؤى. وأنا يعني أنا كنت يعني الحمد لله ربنا أداني من شجاعة التعبير إنه قلتها في قلب الاجتماع ده، وكان فيه أكتر من 400 شخص، انه انا قبل الاحداث الاخيره كنت من الناس اللي بتنادي بعدم وجود رقابه على التمويل. بعد الاحداث الاخيره انا من الناس التي تنادي بضروره رقابه التمويل. طب دلوقتي هي في معادله صعبه ما بين قضيه التمويل وحريه التمويل وان انت وحريه العمل الاهلي وبين الامن القومي. ازاي يا فندم هتقدر يعني تحقق هذه المعادله؟ بامانه عشان اكون واضح مع حضرتك، انا ما عنديش حل دلوقتي. انا ومش وحتى لو عندي مش هذكره، لان ده حل بتاع الوزير فيمكن يكون مؤثر. انا هسيب النقاشات المجتمعيه تطلع لنا كل اللي عندها فيما يتعلق بهذا الموضوع. على فكره اغلب القانون متفق عليه، مش اغلب القانون، 99% منه متفق عليه. الماده الخلافيه الوحيده هي هذه الماده. هنحاول ان احنا نشوف لها حل، هنحاول ان احنا نشوف لها حل يوفق بين الاعتبارات اللي حضرتك اتكلمتي عليها. وانا طبعا يعني صحيح مانيش مشارك في اللجنه، لكن ما زلت الان بعمل اتصالاتي بزملائنا اللي كانوا معانا في المجتمع المدني، او لو ما زلت معاهم في المجتمع المدني، انا وزير مده مؤقته، مش فبعمل اتصالات باصدقائي وبسمع وجهه نظرهم. عايزين نطلع بحل يرضي جميع الاطراف. هل ستنفذ وزاره التضامن الاجتماعي قرار المحكمه بحل جمعيه الاخوان المسلمين بعد الفاصل؟ معالي الوزير، حضرتك ذكرت انه حل جماعه الاخوان له ابعاد اخرى تتخطى قرار الوزاره. تمام. طيب ايه هي الابعاد دي وازاي هيتم تنفيذ؟ انا هقول لك الابعاد دي. احنا هننفذ، احنا من ناحيه هننفذ، ما فيش مفر. احنا وبعدين النهارده اصبحنا ملزمين بالتنفيذ لان في حكم محكمه، لكنه ليس نهائي يا فندم. صح، ما هو ليس نهائي، لكن بمنطوقه هلازم ننفذ حكم المحكمه. انما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اولا احنا المشكله الخارجيه اللي عندنا في المجتمع الدولي ليست انه الوقت لم تعد لا انقلاب ولا ثوره ولا شرعيه ولا حاجه. النظام المصري كما هو وحكومه الحكومه المصريه كما هي معترف بها من الجميع، يعلموا ان دي ثوره شعبيه حقيقيه هي التي اتت بهذه السلطه. المشكله اللي عندنا حضرتك لازم تاخدوا بالكم منها، ان هم في اتهام لهذه السلطه
بانها بتقصي بعض التيارات السياسيه الاسلاميه دون سبب. واحنا بنجتهد في ان احنا نقول نحن دوله قانون، نحن نطبق القانون. احنا العيب اللي احنا عدناه على نظام الاخوان المسلمين كان انه تجاهل القانون، فلا يمكن ان نقع في نفس الغلط. علشان احل جمعية الاخوان المسلمين يجب ان يكون من المضمون لدي انه اذا عرض الامر على محكمة من المحاكم، لان ده قرار اداري، الا يتم الغاء هذا القرار. فعشان كده بندرسه تماما من جميع الزوايا، لانه اذا الغي القرار مش مهم، ما في القرارات الوزراء بتتلغي كتير. ده احنا ممكن نعرف حضرتك بس يعني الحكم بينص على ايه؟ هو بينص على وقف حظر جمعيه نشاط تنظيم الاخوان المسلمين، لا ولا جمعيه الاخوان المسلمين، لا الحكم اللي صدر مؤخرا مستعجل، حظر نشاط لا بيسميها تنظيم الاخوان المسلمين بما في ذلك الجماعة والجمعية وكل المؤسسات التابعة لهما. والتاني التحفظ على الأموال وإدارتها. طب الشق اللي المفروض وزارة التضامن مختصة به، هل الجماعة والجمعية الجمعية فقط؟ الجمعية. طب هي الجمعية فندم لها أي نشاط يعني في الوقت الحالي؟ لا لا، في ساعتها كان في نشاط وكان كل الأمور داخلة في بعضها، احنا مش عارفين الجمعية هو ده. كويس حضرتك يعني جبتي لي النقطة الأساسية اللي مخليها الناس حتى متلخبطة، وهو احنا كمان متلخبطين، لأن حضرتك عارفة ما هو الوقت فيه الجماعة وهي جماعة محظورة في الأساس وما لهاش أصلاً وجود، والجمعية دي اللي أشرت في عهد الدكتورة نجوى خليل، والحزب ده يعتبر الذراع السياسي للبتاع. لكن العبارة اللي استخدمها الحكم المستعجل قال تنظيم الإخوان المسلمين، فطبعا هو التفسير هيبقى مطاط شوية، لكن احنا هنحاول ان يتم تنفيذ هذا الحكم في حدود اختصاصاتنا القانونية دون تقصير. وطبعا انا عايز انبه برضو انه محدش يعتقد انه الحكم بيقول انه مصادرة الاموال، الحكم بيقول حصر الاموال والتحفظ عليها. هل عندكم حصر يا فندم لاموال جمعيه الاخوان؟ انا ما اقدرش، ما املكش قانونا. الوزاره طبعا اكيد يكون في وزارات عندها حصر للاموال دي. الاموال دي هتشمل العقارات، والعقارات معروف هي المقرات. هتشمل اموال البنوك ودي اللي طلع عليها من البنك المركزي ممكن. انما بالنسبه لوزاره التضامن هنا الحاجه الوحيده اللي احنا نقدر نعرفها الحسابات بتاعت البنوك. واذا ما كان هناك مقرات الجمعية. مقرات الجمعية. سيادة الوزير، يعني ما مصير هذه الاموال في حالة التحفظ والمصادرة؟ هل هتكون في حوزة الوزارة ولا بيكون بيتم؟ لا هتمشي يا ابني للادارة للحراسة والادارة. انا قريت تصريح لحضرتك انه هيتم يعني توجيهها لجمعيات اخرى ذات نشاط مماثل. ده اذا حلينا. في فرق بين ان انا احل بموجب قانون الجمعيات، وفي فرق ان انا احل ان انا